اهلين وسهلين. سلامات، نورتوا. شايفه الصنعه بشغلني انا عازنه وابو بواب. لك امي انا ايش عندي؟ يعني ما عندي غيركم. صار خايف صار. الله يخلينا اياك. الله يخلينا اياكم انتم كمان. يسلموا ايديك. يسلموا يا خالي. هلا راضي صارت مسؤولياته كبيره. ايه الله يعطيكم العافيه يا رب. بركوا بركوا لاشوف. هاتوا قولولي ايش اخر الاخبار؟ يعني ليش اللي بيروح لعند غيرك بالمباركات والهدايا واللي بيجوا لعندك بالمقاسي والهموم؟ ستي ناس بدها تمشي امورها وكل دقن الى مشطة. انا بقى للشقه والتعتير وغيري للعزايم والبروزه والوجاهه. بدك تتحمل ابو الرود دخول الحمام ما مثل طلوعه. البابا والماما اليوم عازمينك على العشاء. وسمعت انه عازمين والدك ووالدتك. لك ابني راضي ادخلك حدا؟ العالم ضاقين كثير برا. دخل علي النور كله والبركه. هلا ما بدي اسمع حدا اصرف اقول له استقال. تعالوا لو تعالوا لجنبي تعالوا. ايه استاذ راضي ساعة نبلور لك. ايه استاذ راضي تعال عندي ضروري تعال عندي حبيبي تعال عندي الله يخليك. ايه تعال مشان دراسة المشروع نفسه. لا دخيلك انا والله ما قريت فيه ولا كلمة. لا انت قوم تعال ايش بدك انت؟ لا سهرك كل عمرك ما صرت مثله. ايه بالديسكو 45. لا انت ايش شايف ليش من عمرك غير التلاميذ؟ يلا قوم تعب بسرعة الله يخليك. يلا باي باي. هذا ما بيعرف يجيب. راضي يعني جاي نتعشى ولا جاي نفطر؟ انتوا كلوا لعندنا الجماعه انا وصل ربع ساعه وبرجع. واقف قبل ما تروح اخاف امك تخبطك في الحديث. اخبص؟ لك زات طول عمرك انت غبي فقر. لك شوف حالتنا التعبانه هاي ما حدا سببها غيرك انت. لك شوف الناس وين ساكنين. لك شوف ايش عم بلبسوا وايش عم ياكلوا. لك شوف ام راضي انت بتشكتي ولا كلمه. زمان اول تحول كنتي مشتاق مدرسه هلا ام عضو برلمان يعني رجل سياسي بقى بلا تخبيص وتعفيس. الله يرضى عليك. ابوس في البيت ونروقوا بلا خلافات. ما لها قصه تشميس. انا بوصل ربع ساعه وبرجع. روح ابني روح بتتيسر. نحن عم نستناك هون. وهي بركه. ها وهي انا كمان بركه. ها لا شو بده يخبص انا ولا انت؟ ليش تركتينا إلى لحالة ما عم تساعديها؟ لك يا نائل أنا خلصت الطبخ كله. هي يعني عم تعمل شوية شغلات وبعدين رح تدخل تغير ثيابها. ما ناقصنا غير هالشحادين اللي طول نهار قاعدين جنب الفيلا وكمان صار يجوا بالليل. لك اتركيهم يا نزله، ايش لنا في العالم؟ لك ايش وقتلكم؟ قوم قلعهم، قوم قبل ما يجوا اهل الاستاذ راضي. لك والله بيعيبوا علينا، خصوصا انه هي اول مره بيجوا لعنا.
لك يا نظلي الله يعينهم ويساعدهم، تركيهم ليش مأسرين عليكي هلا؟ يا حبيبي والله بيشوهوا منظر الفيلا، تنزل بتقلعهم الا بضربهم شي شغله من فوقها. لا حول ولا قوة الا بالله. عادي 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 لك عادي. قعدنا. لك يا نظلي هدول الشحادين بيكون معدين من هون تعبوا وقعدوا يرتاحوا. يعطيك العافية. بدي للعائلات أولا. أيوة. للمشتركين بس. أنا ما 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 لا لا أنا ما في هذا. أستاذ ماجد. أستاذ راضي. أستاذ راضي. يا ليش فهمني بالخطط الزراعيه والانتاجيه التحويليه والحيوانيه والصناعيه التحويليه والغذائيه كمان وصفر. تكرم تكرم شيش قصدي شرك. تفضل. يخرب ديارك ان شاء الله. الله معك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. والله يا مدام نازلي والله بيتك حلو كثير. هذا من ذوقك ولطفك. اللهم صل على النبي. يا اهلين وسهلين. اهلا وسهلا شرفت. السلام. الو يسعد لي المساء استاذ راضي. تحياتي استاذ راضي. انا مكلف بدراسه مشروع تنظيم المدينه كلها من خراب وعمار وبنيه تحتيه وشق طرق. هو انا بيني وبينك انا مشروع نفسي لسه ما درسته. ما ايش رايك تاخذ المشروع وتعمل له دراسه مستفيضه وكل شيء بتقول عليه انا موافق عليه يا سيدي. يا أستاذ رياض أنا هلا بعزيمة وما بحسن بتركها. خلص خليها لبكرة. لك إيه أنا بكرة
لبكرة أعطيني عمر. أنت أعطيني العنوان وأنا ببعث لك إضبارة المشروع كله. لك إيه المشروع؟ لك أنا راي أبعث لك المشروع كله. أنت لو بتسمع مني وتجي لعندي لا سهرك سهرة ما تنساها بعمرك. ايه تصطفل الله حيرمك الطيبات. خد خد دلنا للشوفير خد. مفاجآت. الحقيقة بابا عنده مشكلة كتير قديمة وصار حطينا خمس محامين وما عم بيمشي الحال. هي الحقيقة مشكلة عامة مو خاصة. اعتبروها محلولة. نحن يا ابني عندنا لجدي ولأبوي ولجدة لنزلي وأبوها مجموعة أراضي، وهالأراضي هاي موزعة على طرفين النهر من أول السهل لآخره 9 أراضي، وهالأراضي هدول كلهم عليهم قضايا ورثة وحصر إرث. لا وبابا ما رح ولا تبع الموضوع لحتى سمعنا إنه الدولة عم تعمل تجميع حيازات، يعني جمعت مساحة أراضينا 9 وعطتنا بالمقابل بديل عنهم أرض وحدة مساحتها قد 9. منيح هيك أحسنكم. لا 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 الموضوع مو هيك. أراضينا 9 المتفرقة هي أحسن أراضي، صار متر الوحدة منهم 70,000 ليرة سوري، والأراضي الثانية اللي أعطونا إياهم بدل عنهم على بعد 3 جبال وصخريات ومالهم طريق ولا بنزرعوا، وسعر متر الوحدة منهم ما بيسوى 0.5 فرنك. العمى إيش هالعدل هاد؟ لا وغيرنا اللي حط واسطات ودفع رشاوي جمعوا له أراضي من أراضينا ومن أراضي اللي جنبنا على طرفين النهر. ما أي شغلة، اشتكوا تربحوا القضية بسهولة. حطينا 5 محامين وبالاخر قالوا لنا ايه روحوا بلطوا البحر. هاي اخذ بيلا على اليمين مثل ما دلنا. يا الله والله الو اهلين اهلين بالشيخ. اسمع يا ابن اخوي، انا سلموني دراسه مشروع المدارس الخاصه والجامعات الخاصه. ايه وسلموني التعليم الموازي والتعليم العالي مفتوح ومراقبه المناهج والمقررات وعدم دخول الفساد للحرم الجامعي. ايه بالله، واني باعتبار عضو مخضرم سلموني كمان دراسة السيارات واستيرادة السيارات الحديثة واستيرادة وتبديلها بالسيارات القديمة وثلاثة. ايه حبيبي تفضل. ايه يسلم. ايه لا مو لا تامر يا عم الشيخ تامر. لك ترى انت سيد من نفض على بعض. انت درستي المشروعين والله يلعن يلي بيخالفك. ايه وعي عواضي كمان. ايه بالله اسمع يا ابن اخوي، او شو مفتكرني اعني اهبل؟ انا بشهد فيه. ايه بشهد فيه. اعني سالت عنك
وقالوا لي انك انسان طيب وخير خير الزلم. اي لك انا يا ابن اخوي اشرح عني بالتعليم العالي والتعليم المفتوح. لك انا يا اخوي انا ما افتهم هاي من هاي. يا شيخ انا هلا بسهره عائليه وامي ما يا ابن اخوي هاد الربع وتعال عندي لك جيب امك كمان معك. والله لا اكره لكم سهره بعمركم ما شفتوها ولا حتى في المنام. لك لا ما خرج ما خرج. اسمع لهلا اعطيني حدا من مرافقينك او هات 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 شوفير شوفيرك يعطيني اياه خليني ادله على العنوان مشان تبعث لي ضمير المشاريع معه. علي الحلال عين العجل كله والخلاص. تعال تعال خذ الموبايل تعال.